السلام عليكم ورحمة الله. إذن مرحبا بكم في التمرين رقم 1 من سلسلة تمارين درس الدالة الأسية النبيرية. إذن التمرين يقول بسط التعابير التالية. إذن تبسيط التعابير، إذن لدينا مجموعة من القواعد الأساسية. إذن الآلين الأو ديال الآلين إكس، إكس تنتمي إلى آر بلوس إطوال، يعني آر إكس خصها تكون موجبة قطعا، فال او ديال الين اكس كتساوي اكس. كذلك العلاقه الثانيه اكس كتنتمي لار، الين ديال او اكس علاش كتنتمي لار هنا؟ لان او اكس وبالنسبه للداله الاسيه فاكس معرفه في ار، اذا الين ديال او اكس كتساوي كذلك اكس. وفي العلاقة الأخيرة اللي غنحتاجوها هي الآلين ديال إكس أس آر، آر هنا تنتمي إلى كي، يعني مجموعة الأعداد الجذرية. إذا الآلين ديال إكس أس آر كتساوي لنا آر الآلين ديال القيمة المطلقة بشكل عام، كنديرو القيمة المطلقة إلا كنا متنعرفوش الإشارة ديال إكس، إلا كانت إكس موجبة فكندير آر آلين إكس. إذا الاو ديال الين جوج زائد الاو ديال الين ثلاثة، اذا الاو ديال الين جوج اذا كتعطينا جوج، او ديال الين ثلاثة اذا كتعطينا ثلاثة، اذا المجموع هو خمسة. في العلاقة الثانية عندنا الاو ديال واحد على جوج الين 16 زائد او ديال الين ديال ثلاثة، اذا في العلاقة ديال او الين اكس دائما هنا المعامل واحد، يعني ما عنديش واحد على جوج، إذن هاد واحد على جوج خصني نتخلص منها. إذن غنطبقو العلاقة التالية، إذن عندنا R ln X، R ln X شنو هي؟ هي ln هاديك R كنطلعوها الأس ديال X أس R، إذن E حنا عندنا واحد على جوج ln 16 هي ln ديال 16 أس واحد على جوج. ممكن نقول 16 أس واحد على جوج، يعني بشكل عام واحد العدد أس واحد على جوج راه هو الجذر المربع ديال أ. إذا 16 الألين أو الألين ديال جذر 16 زائد الألين ديال أو الأو ألين ديال ثلاثة. إذا نطبقوا العلاقة أو ألين إكس هي إكس، يعني أو ديال ألين جذر 16 هي جذر 16 وجذر 16 راه هي 4. او الين 3 هي 3. في العلاقة او في التعبير الثالث عندنا الالين ديال او ناقص 3، اذا هو ناقص 3 زائد الاو ديال الين 5 هو 5، اذا ناقص 3 زائد 5 تساوي 2. في التعبير الموالي لدينا او موان الين ديال 3 على جوج زائد الاو الالين ديال 1 على 3. اذا كنعرفوا بان الالين ديال 1 على ا هو ناقص ا، والجذر المربع ديال اكس اس ام مرة رتبة ان كيساوي لنا اكس اس ماذا؟ اس ام على ان، يعني الاس الداخلي على الرتبة. طيب الحال هنا ان يعني عدد صحيح طبيعي، الا كان ما مكتوب عندي والو هنا فراه كيكون هو الجذر المربع، يعني كتساوي لنا اكس اس ام على 2. اذا الاو ديال ناقص الين ديال 3 على جوج زائد ال الاو ديال الين ديال 1 على 3 تساوي ماذا؟ اذا خص هاد ناقص نتخلص منها، اذا نطبق عليها هاد العلاقه هادي، هنا راه الالين ديال ا ماشي، اذا هي او الالين ديال اش؟ ديال المقلوب، يعني ديال 3 على 2 غتجي ترجع 2 على 3 زائد الاو ديال الين 1 على 3. اذا او الين اكس هي اكس يعني 2 على 3 زائد الاو ديال الين 1 على 3 هي 1 على 3. اذا 2 على 3 زائد 1 على 3 تساوي 3 على 3 تساوي 1. الان الالين ديال جذر او اس 3، اذا خصني نحيد داك الجذر، اذا غترجع الالين
عندنا الجذر يعني هي او اس ماذا اس 3 على 2، اذا تساوي 3 على 2. العلاقه المواليه، اذا عندنا او اكس زائد ايغريك تساوي ماذا؟ تساوي او اكس مضروبه في او ايغريك. هنا خصكم تنتبهوا لان كاين اللي كيرتكب الخطا التالي، كاين اللي كيدير او اكس زائد ايغريك كيدير لها او اكس زائد او ايغريك، وهذه خطا بطبيعه الحال. اذا هنا لدينا او او جوج مضروبه في الاو الالان ديال 3. اذا هنا يمكن لي نختصر بو، عندنا او على او كاري هي 1 على او، والاو الان ديال 3 هي 3، اذا هي 1 على 3 او. في العلاقه المواليه في البسط يمكن لي ندير او جوج مضروبه في او الان 8 على او اس 3 مضروبه في او الان 4، تبقى ليها العلاقه. اذا كنختزلو ب او او مربع، دونك حنا عندنا او مربع او اس 3 كيبقى لي 1، هنا تيبقى لنا او، الاو الان 8 هي 8 والاو الان 4 هي 4، اذا 8 على 4 كتعطينا 2، اذا 2 على او. العلاقة الأخيرة لكل R من Q، إذا عندنا واحد أو إكس لكل أس R، R ستكون عدد جذري، إذا كتساوي لنا أو R X. إذا عندنا أو جوج إكس لكل أس 3 هي أو جوج إكس في 3، إذا هي 6 إكس مضروبة في الاو ديال ناقص اكس لكل اس 6، اذا هي ناقص اكس مضروبه في 6، يعني هي او اس ناقص 6 اكس. او اس 6 اكس مضروبه في او اس ناقص 6 اكس، اذا هي او اس 6 اكس زائد ناقص 6 اكس. 6 اكس زائد ناقص 6 اكس عددان متقابلان، اذا المجموع ديالهم تساوي 0، يعني او اس 0 تساوي العدد 1.